يا عبد الله، عبد الله سمعنا. تسمع؟ ليش ما تسمع؟ أبعطيك قصيدة من 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 أشوفها من أجمل القصائد اللي أنا كتبتها وأفتخر فيها حكم غرضها. يعني يقول: ريح ضميرك يا رفيقي قبل تقفي سنينك، ما فات مات وما بقى واجب منك اغتنامه، لو تعتبر باقي سنينك أمانة في يدينك، أحييتها وأحييت نفسك على عز وكرامة، تأكد إن اللوم لا من وقف بينك وبينك، مش هاب نار طاح في طارفة مقذول خامة، وتأكد إن الحزن لا بان في نظرات عينك، ما تستره بالالتفاته ولا بالابتسامة، وتأكد إن الحظ والرزق شامة في جبينك، لو ما تراها العين شامة خرقها الله شامة، وقف وعد ترتيب الأوضاع وابداها بدينك، درب الجنان الخضر ما غير درب الاستقامة، تصنعك سيد عند الأجواد خدمة والدينك، وتصنعك خادم عند الأسياد مدحك للهلامة، بخلك يطول سالفة ذمك ويقصر يمينك، وإن عشت بين الناس ما عشت به مرفوع هامة، انعزك الله بالثقة ما أحد يقدر يهينك، وإن جاك شي من الكبر قول يا الله السلامة، ركضك ورا مجدك لو إنك ما تلقى من يعينك، هذه شجاعة والشجاعة ما تقفاها الرخامة، وأجمل من اللي يحضنك كل ما جابك حنينك، اللي بعيد عنك لكن معطيك اهتمامه، ومن الغشامة تدري الناس عن زينك وشينك، واللي أدروا عن سر صدرك تراه أكبر غشامة، عامل عداك بقسوة وعامل أحبابك بلينك، وهذه طبيعة في الخلايق ولا فيها ملامة، ما هو ضروري كل ما غبت ندري عنك وينك، لصرت ذيب ما شرى غير يبحث عن طعامه، نصيحة مهيب من واحد من عاذلينك، من واحد يحسب كلامه ويمشي مع كلامه، خابرك طيب وأكثر الناس مثلي خابرينك، ما يلحق اللي ينصحك صادق معك الندامة، ريح ضميرك واستتر بالصبر باقي سنينك، العالم الله ما بقى شيء عن يوم القيامة. سلامتكم جميعا. يا سلام يا سلام يا سلام، صح لسانك أبو سحاب وصح منطوقك وتبارك الله ما شاء الله. بكل أمانة يعني أنا لو يسألوني أنا كمقدم الآن، إن لو خيروني بين التقديم وبين الشعر والإنشاد، اخترت الشعر والإنشاد سوى، لأنه بيعبر عن شيء.